meeting with the president of Egypt. لقد انتهيت للتو من اجتماع بالرئيس المصري، وأود أن أقول مجددا أني منبهر بقيادته وأسلوب سيادته في دفع دولته قدما في قطاعي الطاقة والبنية الأساسية. لقد اتفقت مع السيد الرئيس على توفير 800 ميجا وات إضافية من الكهرباء لفترة الذروة خلال الصيف المقبل لضمان كفاية الطاقة للشعب المصري، وسنحقق ذلك عبر رفع هائل للكفاءة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء القائمة، بما في ذلك بضع محطات توليد منفصلة جديدة من أجل زيادة حجم الإنتاجية ب 800 ميجا وات معدل الاستهلاك خلال الصيف المقبل. إن برنامج رفع كفاءة محطات الطاقة سيوفر على الدولة مئات الملايين من الدولارات من أجل استثمارات جديدة، ونعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك. لقد اتفقنا كذلك على بناء محطات تحويل بجهد 500 كيلو فولت لضمان وصول الطاقة المنتجة للمواطنين. نحن نسير وفقا للخطة الموضوعة فيما يخص بناء المحطات في البرولوس وبني سويف والعاصمة الجديدة، ولهذا فقد كان اجتماعا بناء للغاية ومثل علامة فارقة جديدة لدفع العلاقات بين مصر وألمانيا وبين مصر وشركة سيمنز للمساعدة في بناء هذا البلد والوصول به إلى المكانة التي تستحقها. كانت الغرض المقابلة هي متابعة سيادة الرئيس للقدرات اللي بتبنى حاليا، لقد تصل قيمتها إلى حوالي 14400 ميجا. احنا ماشيين طبقا للجدول الزمني بدون أي تأخير على الإطلاق، ماشيين في الثلاث محطات اللي تحت الإنشاء في الوقت الحالي، وتأكد سيادة الرئيس إن شاء الله أن كل حاجة تخلص في ميعادها. طبعا ده بيحقق استقرار وأمان التغذية الكهربية، سواء كان الاستخدام المحلي هنا أو أيضا لاستخدام الاستثمارات الجاية القادمة إن شاء الله تستطيع أن احنا بنوفر لها الطاقة الكهربية. بالإضافة لهذا الأمر أيضا احنا مش مجرد بنبص أو بننظر على محطات إنتاج الكهرباء، وإنما أيضا على محطات تحويل، محطات اللي هي محطات المحولات، عشان تقدر تفرغ هذه القدرات على الشبكة. كلمنا في هذا الأمر أيضا، وإن شاء الله سيمز هتبني برضو ست محطات على مستوى 500 ألف فولت لمساعدة تفريغ القدرات الناتجة على الشبكة بإذن الله. أيضا تطرق الأمر لرفع كفاءة بعض المحطات في عطاقة والكريمات، محطتي العطاقة ومحطة الكريمات، إنها بتضيف أيضا للشبكة حوالي 800 ميجا إضافية نتيجة رفع كفاءة المحطات وتشغيلها. ده أيضا نحن حاليا أيضا مع سيمز بندرس التوسعات اللي موجودة في شبكة نقل، لأن أحد التحديات اللي أمامنا دلوقتي مش مجرد أن احنا ندخل المحطات في إنتاج الكهرباء، وإنما أيضا في نقل هذه القدرات إلى المستهلك، كان سواء استهلاك صناعي أو استهلاك زراعي أو استهلاك منزلي.